جديد اسمه جمعية أخضر بلا حدود، حزب الله بلبنان، بيشتغل تحت مسميات كتيرة وكلها معناتها حزب الله، سرايا المقاومة، الأهالي، وهيدا كمان جمعية أخضر بلا حدود هي حزب الله. الجمعية هيدي جمعية أخضر بلا حدود منا جديد، وكان انحط كتير تقارير عن ممارساتها بالقرى الحدودية تحديدا، وكنا نحن نشرنا العديد. هلأ جديد هيدي الجمعية انه عم يسرقوا بالقوة وبالإرهاب أراضي بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان. جندي من القوات الدولية استشهدوا بجنوب لبنان، أكتريتهم حزب الله وراء اغتيال. انه مقاومة بيكون طبعا هو مش بس عم يكذب على حاله، عم يكذب على غيره وعم بغش ضميره وعم بغش الحقيقة. اذا هيدي العصابة اللي اسمها حزب الله خربت البلد، دمرت مؤسساته، شرعت حدوده، سرقت البنوك، دمرت المستشفيات، هجرت اللبنانيين، فقرتهم، وعم تسرق ارضهم من بعد ما سرقت مالهم.